ها هي قوافل الخيل تتوالى وقد وردت إلى مديرية أوقاف البحيرة بتاريخ اليوم الأربعاء الثاني من مارس 2022 لحوم صكوك الإطعام من وزارة الأوقاف في حمولة تزن طن من هذه اللحوم لتوزيعها على مستحقيها من قاطني القرى الأكثر فقراً. تحية إعزاز وتقدير لجميع القائمين على هذا المشروع ونسأل الله أن يجازيهم خيرا. وقد حضر معنا السيدة الفاضلة الدكتورة فايزة زايد وكيلة مديرية التضامن والأستاذ أيمن داوود لتسلم هذه الحصة. نسأل الله السداد والتوفيق للجميع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.